أحييكم مجددا مشاهدينا، طبعا لازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة ومواكبة للعدوان الإسرائيلي على لبنان. معنا في الاستوديو مباشرة الصحفية أستاذة رولا نصر، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان. مرسي، شكرا لحضرتك، مرسي على الاستضافة. شكرا. بداية من مؤتمر باريس، مؤتمر دعم لبنان، سمعنا تصريح وزير الخارجية الفرنسي، سمعنا أيضا تصريح لرئيس نجيب ميقاتي، للكل عم بيدعوا بهذه المرحلة إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني على الحدود، وأيضا يعني تعزيز دور اليونيفيل. برأيك اليوم لبنان يعني بس بحاجة اليوم لهذا الدعم الإنساني، وشفنا أنه تقديم مساعدات للنازحين، وهو ينتظر اليوم لبنان فينا نقول فعليا وجديا يعني ترجمة لهدنة ما أو لوقف إطلاق النار على القليلة لهذه المرحلة؟ هو أكيد من المنطلق الإنساني الكل بحاجة لوقف إطلاق نار، وأكيد ضروري أنه يتم مساعدة أهلنا يلي اضطروا أنه يتركوا بيوتهم بعدة مناطق الضاحية والجنوب والبقاع وغيرها كتير. بس في شيء أهم لازم ينعمل، أنه هيدا الغرب يلي كتير حريص علينا وبده يدعمنا ويساعدنا، خليه يضغط على العدو الإسرائيلي وما يسلحه وما يعطيه كارت بلانش، ويعتبر أنه كل شيء اللي عم يعمله من تدمير ممنهج واستهداف مباشر للمدنيين هو حق دفاع عن النفس. في شيء أهم من شيء، يعني مش تقتلونا وتقولوا بدنا نساعدكم. نعم. كم إذا بدنا هيك نفند اليوم تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون، يعني شفنا هيك في أيضا يعني شبيه للموقف الأمريكي بما يخص موضوع أنه يجب أن نستورد حرب الآخرين على لبنان. كان في أيضا هذا الموقف الأمريكي أنه لازم يعني نفصل اليوم جبهة، كان مطالبة دولية فصل جبهة المساندة اللي سميها السيد حسن نصر الله جبهة الجنوب عن جبهة غزة، ولازالوا أيضا عم بيعايروا اليوم لبنان لولا ما هيدي الجبهة اليوم ما كان في عدوان إسرائيلي على لبنان. مش أنه هيدا مخطط إسرائيلي كان من قبل أيضا يعني يخطط للبنان إلى ما وصلنا إليه اليوم. بداية كل التقارير العسكرية والإعلامية اللي بتصدر من مصادر إسرائيلية كانت عم تحكي عن هجوم عم بيتم التحضير له قبل 7 أكتوبر وتم تعطيله بسبب طوفان الأقصى. هيدي بداية. اثنين، المقاومة لما بلشت عملياتها ب 8 أكتوبر كانت بعدها عم تستهدف المناطق اللي هي أصلا محتلة من قبل إسرائيل، ما كانت النيران عم توصل بعد على شمال فلسطين المحتلة، فهيدا بعده ضمن فعل المقاومة اللي هي حق مشروع لنا بوجه الاحتلال، ويلي كل النصوص الدولية هي بتأكد عليها. بس لأنه بمواجهة العدو الإسرائيلي ولأنه هني ما بدهم أنه المقاومة تنتصر، وبدهم أنه كل شيء بدها إياه إسرائيل لازم أنه تعمله من دون ما حدا يرجع من دون ما حدا يسألها، اعتبروا انه لبنان جر حاله لحرب. هيدا الحكي ما انه مزبوط. اسرائيل عدوه من سنه 48، مش 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 سوري مش من اليوم. فهيدا الحكي كله يعني خلص بتصور قطعناها هيدي المرحله، هيدي حفله الاكاذيب اللي كل فتره وفتره. الدعوات المتكرره اليوم الدوليه لوقف حزب الله، ضروري وقف حزب الله، الهجوم على اسرائيل، بينما ما عم نشوف اليوم مواقف دوليه غربيه عم تطالب إسرائيل أو تضغط أقله اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل بإيقاف هيدا العدوان اللي يعني عم شوفه تدمير ممنهج والقتل المتعمد للمدنيين اللي اليوم اللي شفناه بالأمس في مدينة سور في الحوش، يعني في منطقة سياحية قبل مجزرة النبطية عم بيكون لمباني مدنية خالية من العسكر، ما فيها أبدا أي مراكز عسكرية طبعا. حتى موضوع بلدية النبطية من الأسبوع الفائت أكيد. اللي ايضا تعرضوا لمتطوعين ايضا كانوا يمدون المواطنين بالمساعده، كثير اليوم من القرى الجنوبيه بقي فيها مواطنين لتقديم المساعدات اقله للمسنين. ما هذا اللي كنت عم اقول لك اياه، انه يوقفوا تسليح اسرائيل توقف الحرب، ما هي انه ما بدها هالقد. هن لو بدهم يوقفوا الحرب كانوا ضغطوا وقفوا الحرب بدايه بغزه. في عنا اليوم صار فوق ال 41 او 42 الف شهيد بغزه، 20% منهم اطفال، وهيدا غير يلي بعدهم للاسف تحت الردم، في مقابر جماعيه، في ناس مفقوده، يعني عدد الشهداء للاسف اكيد اكبر من هيك بكثير. هن ولا مره كان همهم الانسان، يعني ان كان بلبنان وان كان بغزه، هن همهم الاول والاخير
دعم إسرائيل المطلق، وهذا الشيء واضح بتصاريحهم وبتسليحهم اللامحدود من دون سقف ومن دون أي رادع، رغم كل المظاهرات يلي عم بتصير عندهم عم بتطالب بوقف هيدا التسليح يعني. بس ما خلص ما بدها توقف هيك. نقطعك بس بدنا نروح على معنا عبر الخط نائب رئيس بلدية صور أستاذ صلاح صبراوي. مساء الخير أستاذ صلاح، عم تسمعني؟ يسعد مساكي أستاذ صلاح. الحمد لله على السلامة. ايه عم بسمعك. الحمد لله على السلامة. بداية، كيف هو الوضع الإنساني اليوم؟ الله يسلمك، الله يخليكي. كيف هو الوضع الإنساني في مدينة صور بعد يعني هالعدوان الآثم كان بالأمس على مدينة صور، ولا سيما على المباني المدنية، وهي المعروف يعني اليوم صور هي مدينة التعايش وكانت بعيدة كل البعد اليوم عن مراكز عسكرية كما تدعي إسرائيل؟ بداية ستنا بدي اتشكرك على الاستضافة، بدي اتشكر تلفزيون لبنان اللي نحن وعينا على تلفزيون لبنان قبل ما يكون في اي تلفزيون ثاني. عم بيعمل ريتور الصوت. نعم عم نسمع، نحن بس ايه عم ياخذ شوي دقايق. مقاطع. تفضل. فيك تسمعنا من التليفون استاذ صلاح اذا فينا نطفي التلفزيون؟ امبارح كان ذكرى الشهر لبدايه العدوان الاسرائيلي على صور على لبنان. يعني من خلال شهر العدو الاسرائيلي بالميدان صار حاشد ست ألوية للدخول البري. ما حقق شيء بهالحشد كلياته وبهالقوة كلها. فمن سلسلة جرائمه انه امبارح انتقم من اهم مدينة سياحية عريقة بلبنان. استاذ صلاح فيك تطفي التلفزيون؟ نحن مدينة تاريخها 4000 سنة، هو عدو تاريخه 75 سنة. تفضل الست ابتسام، مش عم بسمعك. ايه بدك توطي صوت التلفزيون لتسمعني مباشرة من التليفون. سؤالي لك اليوم، هل بعد في مواطنين بمدينة صور بعد العدوان الأمس؟ وكيف التعاطي عم بيكون وتقديم المساعدات للأهالي الموجودين بصور؟ نعم يعني اليوم العدو نعم اليوم الشريحة يلي هي بقيت هي الناس يلي منا قادرة انها تترك المدينة وتظهر. هن الناس الصيادين يلي ما عندهم سيارات يلي ما عندهم قادرين انهم يهربوا. هن الناس الصيادين يلي ما عندهم سيارات يلي ما عندهم. العدو هلا اليوم عم بحاربهم لإلهم، اليوم العدو امبارح عمل خريطة وضرب 1000 صور. بس الصراحة نحن بنتشكر ضرب مدينة السياحة ومدينة الثقافة ومدينة التاريخ. نعد الاتصال لاحقا عندك استاذ صلاح لانه في ريتور وقت عم بيروح بيننا وبينك، ما عم تسمعنا مزبوط. نرجع لمتابعة حلقتنا معك استاذي رولا. إذا من اليوم نفرق هيك الموقف الفرنسي عن الموقف يعني موقف تحديدا الغربي الفرنسي عن الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا هيك حتى في توتر بالعلاقة صارت بين فرنسا وإسرائيل على خلفية يعني إطلاق النار من قبل إسرائيل على اليونيفيل، وشفنا كثير مفادين اليوم اجوا على لبنان، رئيس وزراء إيطاليا، وزير خارجية ألمانيا، الكل إنه اعتبر طبعا اليونيفيل هو خط أحمر، بينما ما شفناهم كان في
يعني اعتبروا المدنيين اللي عم يتعرضوا يوميا لهمجية إسرائيل، ما شفناهم كان هالاعتراض الكبير. أكيد. بس بداية إذا تسمحي لي بدي أعلق على موضوع مدينة سور، يعني شو في بسور لحتى يستهدفوا الإسرائيلي هيدي المدينة السياحية العريقة جدا؟ بس بدي أقول إنه هن من شدة كبحهم بدهم يهدموا كل شيء جميل عنا إياه. بالنسبة لموضوع الغرب، يعني صح أوقات بيكون في شوية تميز بالموقف الفرنسي، بس هو هيك بس لأنه من باب التميز، بس بالنهاية الموقف الأوروبي هو واحد، وأكبر دليل إنه ما بيصير في هيدي الإدانات لما بيستهدفوا المدنيين. وزيرة خارجية ألمانيا، أنا استغربت أساسا كيف تم استقبالها من بعد هذا التصريح العنصري المقرف يلي قالته، لما اعتبرت انه من حق اسرائيل انها تستهدف المدنيين. يعني على اي اساس بنستقبلها؟ وغيرها انه قبل تقريبا اسبوع يمكن او اقل من 10 ايام بيرجي تاب على اليونيفيل استهدفت مسيره كانت متجهه من الجنوب، يعني من عند المقاومه الى شمال فلسطين. يعني ليش بعد عم نستقبلهم هذول الناس اصلا؟ هيدا السؤال الاهم. الموقف الغربي كله واحد بالنسبه لامريكا، بالنسبه بس كل حدا بيجرب انه يعطي لحاله صفه. لكن اليوم اي مبادره اليوم او اي يعني اتفاق هدني فينا نقول لصالح لبنان او وقف اطلاق النار ربما لن ياتي، او اي مبادره من قبل فرنسا الا ما تكون يعني تاتي هذه المبادره عن طريق الولايات المتحده الامريكيه اللي هي وحده فقط تستطيع او تحمل ورقه الضغط على اسرائيل. ولكنها لا تريد. انت برايك هي بدها؟ رغم زياره موفد الامريكي، زياره الموفد الامريكي هي بس مجرد ضغط من وراء الانتصارات اللي عم تحققها المقاومه. لو قدروا يفوتوا شبر واحد الى الاراضي اللبنانيه ما كنا شفنا هيدي الوفود رايحه جايه. بعد الوفود من اول يوم 8 اكتوبر، لانه عارفين القوه يلي بيمتلكها الحزب ويلي مبينه اساسا، يعني من وقت الاسبوع يلي صار فيه هيدي الضربات القاسيه جدا على الحزب، ضربه البيجر بعدين اللاسلكي واللي انتهت اخيرا باستشهاد سماحه السيد حسن نصر الله. المواقف اللي بتقوليها حضرتك اليوم، المواقف الامريكيه اللي عم تقولها، مواقف الالمان، انه لا ضعفت هذه المقاومه بعد اغتيال السيد حسن نصر الله وبعد اغتيال العديد من القاده العسكريين لحزب الله، وضعفت. هلا صار فينا نروح على انتخاب رئيس جمهوريه، وصار فينا نروح نشكل حكومه، وهذا اللي عم بتريده اليوم. يمكن عم بيكون موقفها اليوم الولايات المتحده الامريكيه، خلينا نروح ننتخب رئيس جمهوريه. مش مزبوط هذا الحكي، يعني الميدان هو اللي بيحكي، مش هيدي الالسنه يلي حريصه على مصلحه اسرائيل. يعني ما هذا الشيء واضح، حتى بالعكس عم نشوف العمليات عم تكتر اكثر، دائره الاستهداف عم تتوسع، يعني في مستوطنات عم بيتم استهدافها ما كانت تستهدف قبل، قصف تل ابيب، المسيره اللي فاتت على بيته لنتنياهو، وغيرها كثير، استهداف القواعد العسكريه بشو كان اسمها اخر وحده، بنيامينا، واللي طلعوا كذبوا وقالوا انه تسمم غذائي، ادت للعديد من القتلى. يعني ايه طبعا اكيد حققت نجاح أكيد. للمقاومة. قديش بتشوف اليوم كمان العدو مكشوف أمام المقاومة، مش بس أنه نحن مكشوفين عبر الأقمار الصناعية والمسيرات اللي هي تحلق في سماء بيروت وسماء لبنان كله يوميا على مدار الساعة؟ 100%. يعني دولة هي طب بين هلالين، دولة الكيان الإسرائيلي اللي مدعوم عالميا وعنده كل شو بيقولوا المؤهلات لحتى يكون متفوق استخباراتيا وتقنيا، فبيجوا بيقولوا لك انه مخترقين الحزب لما يستشهد حدا من القاده، بس لما بنشوف المسيرات عم بتجزر بسماء فلسطين ما بنحكي عن اختراق معاكس، وهيدا اللي ببين القدرات الهائله يلي عنده اياها الحزب. بتشوفيها المقاومه لا زالت صامده وعم تواجه وعم تتقدم رغم كل ما يعني قيل، وانها احبطت بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، وكما ذكرتي يعني كان في هناك ضربات متتاليه طبعا، ضربات موجعه لا زالت صامده فينا نقول. حتى موضوع العمليه البريه اليوم، اذا ميدانيا حنرجع بنحكي بالقرار 1701، اليوم العمليه البريه اللي عم تحاول اسرائيل اليوم ان تتقدم على عده محاور من القطاع الغربي، القطاع الشرقي، حتى بحرا اليوم في عديد من البوارج البحريه اليوم الاسرائيليه، وحتى كانت رساله بالامس يعني فينا نقول تدمير ممنهج عم تعمله بالقرى الجنوبيه، وحتى وصول الى سور.
هل تريد الدخول اليوم عبر البحر؟ هل تريد أن تجتاح حتى الليطاني كما يعني اجتياح 82؟ هل يعني السيناريو اليوم سيتكرر على اللبنانيين وتجتاح إسرائيل؟ هل باستطاعة إسرائيل أن تجتاح مثل ما حصل بال 82؟ هي تريد أن تجتاح لبنان كله مش بس لعند الليطاني، ولكن السؤال هل تستطيع؟ هون السؤال. أكيد المقاومة مجهزة حالة وعاملة 100,000 حساب لهيدا الموضوع، ونحن عنا ثقة مطلقة بالمقاومة. مجرد ما تشوفي هيدي صور العمليات البطولية اللي عم بتصير، امبارح كان في شاب من المقاومين، بعتذر نسيت شو اسمه، إبراهيم حيدر. ايه تماما. هيدا يعني هدول الناس كيف ممكن يستسلموا؟ كيف ما فيك توثقي بهدول الناس اللي رح يضلوا يحاربوا لاخر دقيقه ولاخر نفس، ونحن معهم مكملين. البعض بالداخل اللبناني بيعتبر انه لو ما هيدا سلاح حزب الله، سلاح المقاومه، ما كان في اعتداءات اسرائيليه وما كنا شفنا هذا العدوان الاسرائيلي على لبنان. يعني اليوم حتى كان في تصريح لنائب حواط اعتبر انه حزب الله هو من خرب لبنان وجاب هيدا الفوضى الى لبنان والى هذا تهجير عدد كبير من النازحين من الجنوب ومن البقاع ومن الضاحيه الجنوبيه. اليوم الكل بالداخل عم بيحملوا مسؤوليه، وسبق كان في مواقف يعني قبل من لحظه يعني انطلاق هذه الجبهه الجنوبيه اللي كانت مسانده لغزه، كان انه في اعتراض اليوم اقله مسيحي انه من القوى المعارضه انه حزب الله عم يدخل لبنان بحرب نحن ما بدنا اياها. هو اكيد ما حدا بده الحرب، وحتى الحزب ما بده الحرب. يعني هدول الناس منهم عشاق موت، هيدا واضح، بس هيدا نحن عم نعمل فعل مقاوم. هلا الملفت انه لنفترض انه الحزب غلطان بهيدا الموضوع، ليش على طول ما بنذكر الجانب الاسرائيلي يلي هو عم يعتدي علينا من سنين طويله، واللي احتلنا كمان لعده سنوات؟ ليه على طول تجهيل الفاعل ووضع كل مشاكل وكوارث البلد بظهر الحزب، من ازمات اقتصاديه، من كثير قصص يلي هي ما لها علاقه بسلاح الحزب؟ يعني موضوع الفشل يلي نحن عايشين فيه اليوم بهذا البلد على صعيد الدوله وعلى صعيد كثير قصص، حتى موضوع الحزب يلي هو مسؤول عنه. اعتبر انه هذا الفريق بيعتبر انه غطى، ربما منه هو فاسد لكن غطى على ناس فاسدين او على فريق فاسد كان، يعني هو شريك في هذا الفساد. وهن شو منزهين؟ كلهم شاركوا بالحكومات وكلهم شاركوا بالفساد وكلهم شاركوا بسرقه اموال اللبنانيين، فما حدا بقى يتفلسف على الثاني. اليوم كيف وهلا مش وقت حساب اصلا، الدم بالارض. لكن بهذه يعني المرحله الكل عم بيطالبوا يعني اليوم لحزب الله سلم سلاحك بهذه المرحله اللي هي تحت اليوم الاحتلال. نحن تحت يعني فينا نقول برا وجوا وبحرا مكشوفين للعدو الاسرائيلي. يعني طبعا ادوات امريكيه وغربيه. يعني للاسف اليوم لبنان لوحده كانه عم بيخوض هيدا العدوان، عم بيخوض هيدي المعركة. ومتروك فينا نقول حتى يعني فقط من يمكن في مساندة، مش فينا نقول كتير يعني موضوع من المحاور المقاومة بالعراق وفي اليمن، كأنه اليوم عم يدفع حزب الله وحده ولبنان وحده نتيجة هيدا المساندة لقضية فلسطين ولأهالي فلسطين. يعني لتشوف قديش الحزب قوي قادر انه يشغل ليخلي العالم كله يعمل عليه هيدا الحرب الكونية. هلا بعتقد اليمن والعراق مش مقصرين بهيدا الموضوع. بالنسبة للموضوع الإيراني، هلا أنا قلت لحضرتك تحت الهواء لأنه ماني محلل سياسي يعني، ولكن من اللي عم نسمعه من التصاريح انه إيران أدت المطلوب منها على صعيد التسليح والدعم وتقديم كل التسهيلات المطلوبة، بس مش رح تجي يعني بهيدا الوقت تفوت بحرب يعني، إلا إذا إسرائيل اعتدت عليها، وهيدا الشيء اللي ناطرينه خلال أيام قليلة. ساعتها بتصور المعادلة كلها رح تتغير. إذا بنرجع اليوم على موضوع القرار 1701 اللي من أجله يمكن كانت زيارة أموس هوكستين إلى بيروت، والتقى الرئيس ميقاتي والرئيس بري، والكل اليوم عم يحكي يعني فرق فينا نقول عشية زيارته كان عم يتحدث بطريقة أنه رايحين كأنه على تعديل قرار 1701 وبلاس، بينما شفنا اليوم مواقف للرئيس بري واضحة وصلبة من يعني ناتجة من الموقف اللبناني الرسمي أنه لا، ما في قرار ابدا عليه اي تعديل سوى تطبيقه. صح. كما هو بكل مدرجاته مع نشر الجيش اللبناني على الحدود فقط لا غير. هل سيشمل هذا الطلب انه اسرائيل هي اللي تنفذ المطلوب منها باتفاق ال 1701 او بالقرار 1701؟ ما هي توقف الخروقات الجويه اللي عم تعملها. ماذا يتطلب اليوم تعديل هذا القرار؟
تعديل؟ ما نحن ما بدنا يتعدل ينفذوا. عم ينحكى اليوم اذا بدنا نقول الامريكي يريد تعديل او التعديل على هذا القرار، ما هو يعني ما هي شو هي هالزيادات او التعديلات على هذا القرار؟ هلا هو بعده حكي بالكواليس، حكما حيكون لقرار يعني الى جانب اسرائيل. طبعا اكيد انه بتحتفظ اسرائيل بحقها بالاستمرار بالطلعات الجويه من باب الامن والمراقبه. وما ننسى قبل شيء تقريبا اسبوعين نتنياهو كان عامل تصريح انه اي اتفاق مقبل ضروري انه يكون من ضمن نصوصه انه عدم عوده النازحين الى قراهم، تفريغ الجنوب من اهله. اليوم عم يربطوا كانه يعني اعاده سكان شمال يعني فلسطين المحتله تنقول المستوطنين الى شمال اسرائيل بمقابل كانه النازحين اللي نزحوا ايضا من الجنوب اللبناني، وكانه التركيز اليوم لا خلينا نتقدم بالعمليه البريه الى ابعد من 3 كيلومتر و5 كيلومتر ونعمل مثل منطقه عازله للاسرائيلي. هذا ما يريده اليوم الامريكي. أكيد هيدا رفض مرفوض من قبل اللبنان الرسمي، لكن هيدي المحاولات مستمرة وصرنا أكثر من 22 يوم العملية البرية يعني بين المواجهة بين إسرائيل والمقاومة. يعني تسعى اليوم إسرائيل برأيك اليوم ما يريده الأمريكي هو ربطا يعني لما يريده الإسرائيلي، لكن هل سيتوافق مع ما يريده أيضا اللبناني؟ اكيد لا، مع طول هن بيشتغلوا ضد مصلحتنا. يعني عشان هيك ذكرت لك موضوع تصريح نتنياهو انه الاتفاق المقبل ضروري يكون فيه عدم السماح للنازحين بالعوده الى قراهم. هلا هن بيفكروا يعني بيفكروا مثل ما هن بدهم، بس الشرط انه اذا حيقدروا ينفذوا ولا لا. هون نحن ثقتنا بالمقاومه وبالانجازات يلي عم تعملها على حدودنا. هن لو بيصلهم بيجتاحوا لبنان كله. واساسا عم ينحكى في مشاريع هلا عم ببلشوا بدهم يبيعوا اراضي بالجنوب لحتى يعملوها مستوطنات. عم نشوفهم على وسائل التواصل، صار كل شيء بالعلن، يعني ما بقى حدا مستحي. في حال حصلت نقول يعني انشاء هذه المستوطنات يعني حكما كانه رحنا على اجتياح، يعني كانه فعلا أكيد. رجعنا الاسرائيلي تمدد اكثر وعمل الغزو البري ادى الى اجتياح، يعني كانه عم رجعونا لسنه 82 ولسنه 2000 ولسنه يعني اجتياح كامل. لا بس المستوطنات مش بس انه هن بيكونوا هن موجودين عسكريا، بتروح الى الابد يعني. هيدي مش يعني انا بطل فيه اطلع يعني على مؤقته انا بطل فيه اطلع على ياتي. لا هذا المشروع ولا يمكن يمر لا من العيشيه قضاء جزين اللي هي حد يعني اقرب اكثر للنبطيه وكفر رمان، هيدي الضيعة اللي تدمرت كليا للاسف، ما بقى في طريق نمشي عليه لنوصل على الضيعة. حتى الكرة اليوم الحدودية يعني كان في لها تدمير ممنهج كذا ضيعة، تدمير ممنهج لحتى يعني الإقدام على عندهم بالعملية البرية. هون بيشوف حاله الإسرائيلي بيفوت فشختين بشكل علم وبيظهر، ما هي هيدي نقاط أساسا ساقطة عسكريا يعني. قديش بتشوف اليوم في فبركة إعلامية إسرائيلية كثير هن كل معركتهم يعني الفيديوهات اللي عم توزع على 90% منها معركة إعلامية للأسف، وللأسف الأكبر في عندنا ناس من هون عم بيساندون بهيدي المعركة من حيث يدرون أو لا يدرون. مثلا من هيدا التصريح يلي تحميل الحزب كل الوقت المسؤولية الكاملة من دون ولا أي إشارة للعدو الإسرائيلي، بالإضافة لبعض التغطيات الصحفية يلي عم تعطي إحداثيات للعدو بالنقل المباشر، بيجوا بيحكوا مثلا عن الكرد الحسن، بيقوموا تاني يوم بيستهدفوا كل مراكز الكرد الحسن. هو اكيد الاسرائيلي بيعرف وين الكرد الحسن ومش ناطر حدا يقول له، ولكن نظلم شوي نحمل مسؤوليه وسائل الاعلام. لا لا هيدا مش ظلم، لا هيدي الحقيقه، بس نحن عم نعطيه تبرير مسبق وكانه في اتفاق انه انا بحكي عنه اليوم بكره بتجي انت بتقصفه. شو هالصدفه؟ بتجي وحده بتحكي عن المسعفين بعد ساعات قليله بيتم استهداف المسعفين وبيروح 11 شهيد، هدول دمهم برقبه مين؟ مش يعني الاسرائيلي مش ناطر حدا يقول له، ولكن انا عم بحكي عن التبرير المسبق. طب هون ضروري اجهزه الدوله تتحرك لانه في شيء منه طبيعي عم بيصير. انحكى قبل بمره عن استهداف لضيع صوب منطقه علي، انه هيدي بيئه عونيه وهي حاضنه لبيئه المقاومه، تم استهدافها ثاني يوم. نفس الشيء بالشمال وقت استهدفوا ايتو،
في شيء غريب عم بيصير. ربما يمكن الاسرائيلي يريد هيدي يعني احداث هيدي الفتنه اليوم بين اللبنانيين، حتى عم نشوفها يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، اللبنانيين بين بعضهم اليوم حتى باللهجه او الخطاب بين بعضهم، انه للاسف يعني هذا ما يريده اليوم الاسرائيلي، حتى يعني افخاي ادرع اليوم مش عم بيأثر اليوم بتويتر، عم نشوف حتى باللغه العربيه بالفيديوهات اللي عم ينشرها، كانه ارادوا يعني ان تحدث هذه الفتنه. وايضا لا سيما بعد النزوح، يعني حوالي المليون تنقول نزح من الجنوب، كانوا راحوا على اماكن يمكن كانت امنه باعتبار انها امنه، وايضا كان طالت هذه الاماكن الاعتداءات الاسرائيليه، ليقول لانه اليوم يعني انتم كمان منكم بامان طالما استقبلتوا البيئه الحاضنه للمقاومه. تماما، ما هون دور الاعلام والمسؤوليه والكلمه المسؤوله اللي عم نحكيها قدام الناس، انه ما نساعد الاسرائيلي على بس روح الفتنه، لانه مش ناقصنا العالم واقفه على سوس ونقطه مثل ما بيقولوا. ويمكن في ناس اكيد حقها تخاف، انه بالنهايه في عدو متوحش جدا وما بتفرق معه حدا، يعني بده يقصف ويدمر كيف ما كان، اكيد في ناس بتخاف، بس مش نجي نحن شو بيقولوا نحط ملح على الجرح يعني ونزيد هيدي الفتنه. من هون انا عم حمل المسؤوليه للاعلام، الناس اليوم وعي السياسيين ايضا لديهم وعي الاعلام، يعني مش بس اليوم بدنا ننتقد الناس، حتى اليوم ننتقد الزعيم، حتى يعني يمكن انا عم اقول الناس حقها تخاف، عشان هيك عم اقول الاعلام يتحمل مسؤوليته يعني تجاه الراي العام. اليوم من اللبنانيين استقبلوا بكل ترحاب اليوم طبعا النازحين، وفي قسم كبير المناطق اليوم لا رفض انه ياجر، رفض عنده خوف، يمكن خوف طبيعي، في منهم بسبب الخوف، في منهم بسبب الحقد، في منهم بسبب الاختلاف السياسي، بس كوني اكيد انه الشعب اللبناني بطبيعته هو شعب طيب، منه شعب حقود، يعني بيوصل لوقت وبينسى كل الخلافات وبيحتضن خيه بالوطن بالنهايه. هدول الناس نسبتهم منا كبيره، نحن عم نمر بالمناطق وعم نشوف كيف عم بيتم احتضان اهلنا. لا هذا الحديث هذا في ايضا انه ايضا يعني من بيئه المقاومه عم تخون كثير اللبنانيين اللي هن يعني ضدها بالراي، كمان لانه مستهدفين، انه بيعتبروا ايضا انه كمان عم تكون لهجتهم هي يعني مشابهه للهجه للاسف يعني ما نقولها انه اسرائيلي، انه رافضين فكره السلاح، رافضين انه نحن بدنا نعيش وما بدنا نموت وما بدنا حرب، كمان عم نسمع هيدي اللهجات. ايه هيدي الفئه لانها او هيدي البيئه لانها مستهدفه كثير، يعني تخيلي قد ايه صار لهم سنين طويله عم بيجربوا يعملوا هيدا الشرخ والتصويب المباشر على طول على البيئه الشيعيه يلي تخطى اصلا الموضوع السياسي، صرنا عم نفوت بتقاليدهم وبعاداتهم وبحياتهم اليوميه، بتحط حجاب ولا ما بتحط حجاب، بتشرب ولا بتسهر ولا، هيدا الحكي شو له طعمه بالموضوع السياسي؟ الحريه الشخصيه ما لها علاقه بهيدا الموضوع، فاللي بقصد اقوله انه في تصويب مباشر على هيدي البيئه صار له سنين عم ينشغل عليه وهلا عم بيزيد اكثر. عم بيزيد كثير. يعني صار خوف ايضا من حادثه ايضا اوتوستراد جوني اللي تم الاعتداء ايضا على صح. يعني مواطن لبناني صار عندهم خوف ايضا، يعني انه لا بلشتوا بمناطقنا، لا ما بدنا نحن، انتم بتحبوا الحرب وتحبوا تموتوا، نحن بدنا نعيش. ما هي يعني عم نسمع هذه على وسائل التواصل. ما هي المشكله انه الناس مش كلها بتعرف انه العدو الاسرائيلي مشكلته مش بس مع الشيعه، مشكلته معنا كلنا، بده ياخذ البلد كله. فعن جد يا ريت كلنا نوعى. البعض بده سلام، بيعتبر انه مثل ما طبعوا الدول الباقيه الدول العربيه خلينا نروح على تطبيع، البعض بيحكي هيك بعيد الليل يطلعوا يقعدوا بالجنوب يعملوا سلام مع اسرائيل، نعمل سويتش، انا بنت الجنوب يعطوني مثلا بطلع بقعد ببكفيه اذا بدهم او بكسروان او بحي الله منطقه، واهل هيدي المنطقه ينقلوا على المناطق الحدوديه بالجنوب ويعملوا سلام مع اسرائيل لشوف اي سلام بدها تعطيهم اسرائيل. اليوم بيعتبروا كمان يلي ما عاش مش بالجنوب وما عانى من هيدا الاحتلال رجاء يعني ما يحملنا وجع فوق طاقتنا اكثر من هيك، ما بقى نحمل لانه عم بيحملوا يعني هالبيئه هي لازم تحمل، خلص اعطيتهم الحال يطلعوا يقعدوا بدالنا ونحن بنقعد بكسروان. نحن ما بدنا سلاح، بدنا شرعيه الدوله، بدنا الدوله، بدنا الاجهزه الامنيه، بدنا نشر الجيش، والجيش قوي وقادر هو ينشر يعني ينتشر مش على اصدقاء الامريكان والغرب والهيدا يحكوا معهم بلكي بيسلحوا للجيش. هون المطالبه اليوم، هل الامريكي يعني
يستطيع اكيد باستطاعته، لكن هل هو بده انه يسلح الجيش اللبناني كما هي يسلح اليوم اسرائيل بالعتاد والصواريخ والطائرات؟ ال 1701 قد ايه صار له؟ 18 سنه من 2006، مش من وقتها عم ينحكى لازم الحزب يسلم سلاحه ونسلح الجيش؟ نعم. بعده لهلا الجيش شو هو سلاحه للجيش؟ توافات ما عنده، لحتى اذا بدهم يطفوا حريقه بشي محل توافات يمكن بالكاد عندهم. طب مش معيب هيدا الحكي؟ تم استهداف الجيش باكثر من مره، قصفوا عليهم على حاجز برياء وبالجنوب، واليوم الصبح استشهد كمان رائد ومعه جنديين كانوا عم بيساعدوا ناس علقانين تحت الانقاض، تم استهدافهم واستشهدوا. سمعت شي اعتراض من هدول يلي عم بيطالبوا بالجيش انه يطلع يستلم بدل المقاومة عن الحزب؟ حتى انه بلا الحديث ومعلومات تحدثوا عن نشر، يعني امكانيه نشر جنسيات متعدده الى جانب الجيش اللبناني. عم نشوف الحكى غير الجيش اللبناني، يعني غير موضوع اليونيفيل. بلش يعني ما بعرف اذا الموضوع هو معلومات عن الولايات المتحده الامريكيه، منه معروف، لكن في احاديث هيك ومعلومات عم بيتحدثوا عن نشر. طيب هيدي التصريحات هل بتشوفيها بريئه ولا هي من ضمن التواطؤ؟ أكيد منا تصريحات بريئة، يعني مش بس قصة إنه نحن ما بدنا حرب وبدنا سلام. مع مين بدك تعمل سلام؟ مع إسرائيل؟ هذا اللي عم بيشقف الأطفال بغزة، يلي دمر الكنائس ودمر المساجد وما خلى حجر، وعم بيهدد هلا المستشفيات الله يستر من كارثة بحجة إنه في تحت سلاح، وهو مش مزبوط أصلا، يعني مثل ما عمل بغزة. هل بتشوف السيناريو يتكرر اليوم مع لبنان؟ يعني كما حصل بغزة، بلشنا نسمع يعني حتى يعني إطالته للموضوع المسعفين بلشوا هيك بغزة، ومن بعدها للمستشفيات والكنائس والجوامع. أيضا يعني انقصف أكثر من جامع بالجنوب. إيه طبعا شفنا. أكيد الله يستر مثل ما بيقولوا، يعني ما بنعرف، بنضل نقول عم نصلي وندعي إنه الله يستر، لأنه المشهد بغزة غير مقبول لا إنسانيا ولا أخلاقيا ولا دينيا ولا شيء. هل الحل اليوم مربوط بما يعني بالعدوان على غزة، أم صار فينا نقول الحل انفصل اليوم عن نتيجة العدوان على لبنان، مفصول عن غزة، أو ربما حتى ساعة ما في اتفاق على اليوم التالي بعد العدوان على غزة؟ المقاومة كانت واضحة بكلام الشيخ نعيم قاسم لما قال إنه وقف الحرب بغزة ووقف الحرب ووقف اطلاق النار، ومن بعدها لك الحديث حديث، يعني ما ربط اطلاق النار بمكان معين، هن مرتبطين مع بعضهم، لانه وهي الجبهه اصلا كانت اسناد لغزه بدايه. صحيح، لكن باعتبار انه اغتيل اليوم بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، هل ستتغير هذه النظره او يكون في ضغط اليوم على المقاومه من ناحيه يعني تطبيق القرار 1701 وارجاع يعني المقاومين او حزب الله الى شمال الليطاني، وهيك انه لنروح على وقف اطلاق النار او ربما الى موضوع الهدنه؟ اولاد السيد حسن نصر الله لن يستسلموا وما راح يبيعوا البلد ولا راح يقدموه لاسرائيل رغم كل الضغوط. هيدا اللي هو اللي عم نشوفه من الصوره، هيدا اللي هو واضح بالمشهد يلي عم نشوفه قدامنا. بالعكس هلا المقاومه راح تستشرس اكثر انتقاما لدماء الشهداء وعلى راسهم سمحت السيد حسن نصر الله. بالامس ايضا اعلن عن استشهاد هاشم صفي الدين للاسف. نعم. الله يرحمه، يعني على معه يعني قاده ايضا كان، هن بيقولوا لن تهزم امه قادتها شهداء، فالمسيرة مكملة. مش أول مرة بيسقط قادة بالحزب أو بالمقاومة ككل، إن كان بغزة عم نحكي عن حماس مع الشيخ أحمد ياسين وصولا إلى استشهاد القادة بحزب الله، ومبارح كمان استشهاد السنوار قبل أيام قليلة. شفنا كمان العمليات يلي عم تعملها حماس بقلب غزة كمان بعدها مستمرة، لأنه المقاومة فكرة والفكرة لا تموت. يعني بيشوفوا أنه كأنها المسيرة انتهت او المقاومه انتهت مع اغتيال القاده، وانه صار فينا نروح نحكي يعني اقله اليوم الولايات المتحده الامريكيه عم تجرب تقول قبل وقف اطلاق النار خلينا نروح على انتخاب رئيس للجمهوريه، عم تقول للبنانيين، ومن ثم تشكيل حكومه ويكون خارجي ما يكون فيها حزب الله.
يعني كأنه بلش نستثني اليوم حزب الله عسكريا ومن ثم سياسيا، يعني كأنه انتهى اليوم حزب الله سياسيا. يعني كيف فيك تستثني اكثر من مليون لبناني من المشهد السياسي اللي هن بيئه الحزب؟ هن بيحكوا اللي بدهم اياه، بس الميدان هو يلي بيقرر. ما نفس الضغط عملوه بوقت حرب تموز، واجت كونداليزا رايس وقالت انه شرق اوسط جديد وما بعرف شو، اعتبرت انه المعركه خلصت، و شفنا كيف قلبت المعادلة كلها سوا. لكن هذا المشروع لازال قائم اليوم، يعني نتنياهو يهدد بما يسمى يعني مشروع الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط بدعم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. الشرق الأوسط الجديد نحن يلي رح نعمله، نحن يلي رح نرسمه، مش الإسرائيلي. شفنا اليوم في متغيرات، تفاؤل فينا نقول ولا نابع عن جد اليوم عمليا من خلال المشهد العملية البرية وصمود المقاومة حتى الساعة بعد على مدى يعني أيام وشهور؟ اللي عنده هيك مقاومة أقل شيء يكون متفائل بهدول الأبطال يلي واقفين على الحدود. بالإضافة ما تنسى أنه في دول كتيرة اليوم هي ضمن هيدا المحور ولن تتفرج على سقوط لبنان. عم نشوف يعني كأن الحرب طبعا اليوم نحكي عن روسيا والمحور طويلة هيدا. كأن الحرب اليوم ايه واضح انها يعني طويلة. وصلنا تعدت السنة الحرب على غزة العدوان على غزة، وكأنه لبنان كمان رايحين على سيناريو أطول، وهيدا عم نشوفه على لسان الإسرائيليين. تهديد اليومي عن وزير الدفاع يوآف جالانت أنه سنستمر حتى ما بعد يوم التالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية. كأنه اليوم أيضا ما بدهم يتوقفوا، أو فينا نربط هالمرحلة الفاصل اليوم عن الانتخابات الأمريكية الرئاسية، لا سيتخطاها اليوم الإسرائيلي بالمزيد من الاستمرار بهمجيته، وهذا بالدعم الأمريكي أيضا. وربما هذه المرحلة الفاصل اليوم هي ضعيفة الإدارة الأمريكية، يعني شو حيتغير في حال فاز اليوم دونالد ترامب او كاملا هاريس؟ يعني شو بالنسبه لدعم اسرائيل؟ ولا شيء رح يتغير. هلا كان من فتره عم ينحكى انه الاداره الامريكيه كان بهمها تضغط على بموضوع وقف اطلاق النار لحتى تستثمرها كاملا هاريس بالانتخابات لحتى تجذب الناخبين العرب بهذا الموضوع، انه احنا عملنا وقف اطلاق النار، وقفنا المجازر. بس بترجع بتطلع بعد يومين بترجع بتحكي عن حق الدفاع عن النفس، انه حماس ارتكبت مجازر وقطعت رؤوس الاطفال بامريكا. اثنيناتهم اسوء من بعض بالنسبه للسياسه الامريكيه تجاه اسرائيل، اثنيناتهم مثل بعضهم. ما ننسى انه ترامب هو يلي عمل صفقه القرن، هو يلي وعد بالقدس عاصمه لاسرائيل. وواضح انه الحرب مطوله. ايه يعني ربما وصول ترامب يغير بمعادلة الحرب الروسية الأوكرانية، لكن لن يغير بمعادلة يعني فينا نقول الشرق الأوسط بحرب العدوان على غزة وعلى لبنان. لا، لأنه التسليح مستمر دون سقوف، وهن كل يوم بعد يوم عم يعني حتى صارت حملاتهم الانتخابية قائمة على مين بيدعم إسرائيل. مين بيدعم إسرائيل أكثر برأيك؟ ليش حتى الساعة يعني انحكى كثير وبلشنا نسمع بمساعي دبلوماسية غربية عربية، وعم نشوف مفادين واتصالات ولقاءات، أيضا وزير الخارجية أنتوني بلينكن عم بيقوم بزيارة للمنطقة. بدأ بتل أبيب من ثم السعودية، اليوم بقطر، كان رايح الأردن ولغيها، ما عرفنا شو السبب. بركي لأنه راح السعودية، أجلت الأردن بعد السعودية أو بعد قطر. برأيك شو حامل معه اليوم بلينكن من جديد؟ يعني شفناهم أوفدوا هوكستين وما شفنا أي تغير يوم فعلي جدي. عم نسمع بمساعي للجهود ودبلوماسية وحل دبلوماسي بدنا، وما بدنا عنف، وما بدنا استمرار المقاومة بهجومها على إسرائيل، وبدنا الشرعية، وبدنا 17-01. لكن كيف تطبق اليوم عمليا والاعتداءات مستمرة على لبنان؟ حرام، عم بيضيعوا وقت وبيضحكوا على الرأي العام، لأنه يعني نحن عم نجرب نعمل شيء، بس هني ما بدهم يعملوا شيء. ربما يعني علينا ننتظر هذه المرحله الفاصله، يعني عم بيضيعوا وقت للانتخابات. ايضا ناطرين يعني بصوره غير واضحه اليوم، هل ناطرين الرد او الهجمه الاسرائيليه على ايران وما سيتبعها اليوم من رد ايراني على اسرائيل؟ بدنا نشوف حجم الرد ايضا. مزبوط. هذا هلا هن عم بيصرحوا بالاعلام انه شكل الهجوم انرسم والخطه انوضعت وكل شيء، وحتى الرئيس بايدن قال انه هو معه خبر بموعد الضربة، بس يبدو أنه حكي تهويل بالإعلام. لهلأ ما في شيء، ما بعرف. ما بتتوقع يكون في ضربة لإيران؟
ما بعرف هلا هو نتنياهو التمويل مجنون صار له شوي اسابيع يعني. لكن يمكن عندهم توقيت معين قبل الانتخابات الرئاسيه، البعض اعتبر انه ممكن بعد في 10 ايام للانتخابات، يمكن 10 ايام ولا اقل شوي، باربع الشهر اليوم صح. 24 ممكن يستغلوها قبل الانتخابات لحتى يطوعوا أكثر. قديش برأيك ممكن تغير اليوم الضربة مسار اليوم بالمنطقة، خصوصا يوم الرئيس بوتين أيضا حذر من أنه نحن على شفير، يعني كمنطقة اليوم منطقة الشرق الأوسط على شفير يعني أن تكون هناك حرب مفتوحة. إذا نفذ نتنياهو يلي عم يحكي عنه وكمل بهيدا الجنون يلي ماشي فيه، أكيد المنطقة راح إلى اشتعال كتير كبير، مش بس المنطقة يعني ممكن نفوت بحرب عالمية، مين بيعرف كيف الشرارة بتمشي. كيف ممكن يكون دور المرحلة المقبلة، دور الصين، دور روسيا إلى جانب إيران؟ شفنا كان في دعم عسكري روسي لإيران، هل ستقف روسيا اليوم إلى جانب إيران وإلى جانب المقاومة؟ ما في شك بالتأكيد، يعني إلى جانب المقاومة ما شفنا كثير ترجمة فعلية يمكن اليوم، كأنه شفنا المقاومة متروكة. لا مش متروكة، بس يعني دولة بحجم روسيا يمكن تنطر للشيء الأكبر إنه يصير لحتى تتدخل بشكل مباشر. وقبل مرة حكى عن تسريبات إنه اذا اضطر الامر رح تمدهم اكثر بالاسلحه الثقيله. يعني برايك اليوم الولايات المتحده الامريكيه ليه عم تروح على الجانب الداخلي اللبناني، انه انتم لازم تجتمعوا مع بعضكم كلبنانيين وانه تروحوا تنتخبوا رئيس جمهوريه؟ يعني قبل اي وقف اطلاق النار عم يحكونا انه لازم ننتخب رئيس جمهوريه، ويعرفوا انه اللبنانيين مش متفقين اليوم بين بعضهم وما في انتخاب رئيس جمهوريه، والجانب اللبناني بشوف ما في اي حل اليوم سياسي او انتخاب رئيس جمهوريه قبل، طبعا عم بحكي عن الثنائي الوطني مش المعارضه عم تدعي لانتخاب رئيس جمهوريه قبل وقف اطلاق النار. يعني كيف بده يصير موضوع انتخاب الرئيس والمنطقه والبلد يعني يشتعل اليوم؟ طيب هلا بس هيدي التصريحات الامريكيه ليش ما بيعتبروها تدخل بالشؤون اللبنانيه؟ حرين، احنا ما بدنا ننتخب رئيس، مختلفين ما بعدنا على الرئيس، بس يجي وقته بننتخبه مثلا. ليه بس بيستدعوا القائم بالسفير الايراني يعني كرمال التصريح اعتبروه انه هو اعتداء على السياده؟ عن جد اللي بسمعهم يعني شيء كثير بيضحك يلي عم بيصير، يعني عرفتي؟ حتى يعني سبقت يعني السفيره الامريكيه كان في عندها عده لقاءات مع الجانب اللبناني وتبنت المواقف انه بعد اغتيال السيد حسن نصر الله انتهت المقاومه. ايه لانه اعتبروا خلينا نروح على انتخاب رئيس اعتبروا حالهم انتصروا يعني باغتيال سماحه السيد حسن نصر الله، بس هذا الشيء ابدا ما انه صحيح. يعني المقاومه ما انتهت، والمقاومه مش انه بطلت موجوده، بعدها موجوده، واصلا مش هلا الوقت لحتى نحكي بانتخابات رئيس. بتشوفي بعيد اليوم شو رح يجي يعمل الرئيس مورية. يعني يقدم ويأخر عفوا؟ هل بتشوفي انتخاب الرئيس قريب؟ قريب اليوم في مطالب اليوم، يعني كان في قمة الروحية أيضا اللي حصلت ببكركي، وكان في مطالبة بضرورة يعني أنه كمان بلد متروك من سنتين بلا رأس يضل البلد، والبعض عم بيطالب منهم النائب جبران باسيل أنه لا بدنا انتخاب رئيس جمهورية سيادي ويروح يفاوض على موضوع القرار 1701. ايه يعني نحن يضل البلد بلا رأس أحسن ما يجي رئيس على دبابة إسرائيلية أو أمريكية، أكيد الفراغ أفضل بكتير. لكن اليوم اللبنانيين أنه الكل بدك تقولي ثلاث ارباعهم بدهم رئيس جمهوريه، اكيد بدنا كل واحد بيشوفه سيادي على أكيد على منظاره، اكيد بدنا الكل عم بيطالب بدهم، يعني تنقول القوات اللبنانيه وايضا الكتائب وكلهم بدهم رئيس جمهوريه سيادي. كان عندهم اشرف كانوا رئيس، كانوا اليوم في يعني الثنائي لا يريد رئيس جمهوريه سيادي، ربما انه تحت اجنده يتبع هذا الرئيس بنظرهم الى اجنده خارجيه، اجنده ايرانيه، رئيس يحمي ظهر المقاومه وما يتعنى بالظهر، عشان هيك متمسكين بالوزير فرنجية. هلا بالنسبه لموضوع بقيه الاطراف، كان في عندكم اشرف رئيس شو عملتوا بعهده؟ قد ايه طعنتوا فيه؟ قد ايه ما رديتوا عليه؟ قد ايه اشتغلتوا ضده وضد مصلحه البلد وبس هيك من باب النكايه السياسيه؟ اليوم كان الولايات المتحده الامريكيه تتبنى يعني ولمحوا فيه بالاعلام انه قائد الجيش يكون رئيس جمهوريه كانوا مرشح، لكن على اللبنانيين انه هن يشوفوا اذا بيتوافقوا مع العماد عون او لا، يعني كانه كمان هيدا ما اعتبروه بعض اللبنانيين انه تدخل بالتسمية. لا مش تدخل، هلا هو يعني اي حدا بيكون امريكا بدها اياه انا بصير عندي حوله علامات استفهام تلقائيا، يعني لانه هي اكيد ما بدها مصلحتنا، هي عم تعمل مصالحها، بدهم الناس تمشي مثل ما هن بدهم.
عشان هيك صار في هيدي العاصفة ضد عهد الرئيس سعون، لأنه قال يوما لا للأمريكان. هل الثنائي اليوم مستعد أن يتخلى عن مرشح ورئيس تيار المرضى؟ ما بعتقد، لا لحد هلأ لا، ما بتصور. عم بشوف البعض أنه الظروف اختلفت اليوم والمقاومة، شفنا كأنه في تخلي اليوم، يعني حليف حزب الله النائب جبران باسيل عن المقاومة، وكأنه خلص صار من الماضي هذا الاتفاق، وكأنه رايحة مرحلة جديدة. ايه صح، استغربت صراحة هذا التصريح، حسيته مش بوقته. هلا هو الوزير باسيل من اول الحرب كانوا انه معروف التيار ضد انه جبهة الاسناد لعدم جر لبنان لحرب، هيدا رأي سياسي طبعا وموقف سياسي، بس باقي الحديث ما حبيت يعني صراحة، انه حسيت انه هلا مش وقته. في ممكن أن يتقاطع اليوم نائب جبران باسيل بمواقف اليوم خصوصي الملف الرئاسي، مع بنرجع نشوف مرشح يتوافقوا عليه القوات اللبنانية والكتائب مع التيار الوطني الحر بعد انفصاله عن حزب الله؟ قصدك هو كشخص جبران باسيل يكون مرشح للرئاسة؟ لا لا، يكون عنده مرشح موحد. يعني كيف كان عندهم الوزير جهاد أزعور، يجي يصير عندهم مرشح آخر يتقطعوا عليه القوى المسيحية. ممكن بالسياسة يعني في كل يوم القصص بتتغير، رغم خلافاتهم يعني كل كتير مطارح بكتير ملفات، ممكن أنه يتفقوا من جديد على الملف ممكن الرئاسي. ممكن إيه، ليش لا، بس أهم شيء ما يتفقوا على سمير جعشع. برايك انتخاب بعيد يعني، فينا نقول بحس هيك في يعني في قصص اهم من حربنا طويله للاسف. ان شاء الله لا، يعني ان شاء الله لا. قديش برايك اليوم اللبنانيين واعيين حيبقوا هيك وما تفوت اي فد اليوم بين بعضهم، يعني بظل ما نعيشه اليوم ببلد منهار اقتصاديا وسياسيا وامنيا، وعم بيعاني مؤسسات منهارة، وزيادة على هيك العدوان الإسرائيلي، قديش ممكن قدرة اليوم اللبناني وخصوصي النازح على قدرة يعني التحمل؟ أكيد هو شيء ما إنه شيء سهل، يعني تكوني أنت عايشة ببيتك معززة مكرمة، تجي فجأة تلاقيه مدمر، ما عندك، ما قدرت تظهري منه يمكن ملقعة أو صورة تحتفظي فيها للذكريات، هذا شيء كتير صعب. بس رهاني على وعي الشعب اللبناني كبير، طالما إنه هول يعني من بطلب من المسؤولين انه يحلوا شوي عن المواطن اللبناني، ما بقى يطلع يحكوا كثير باسمه، يتركونا نحن بين بعضنا بنعيش بسلام من دون فتنه. انا اكيد برايك كان في هيك يعني تقصير اليوم من الاجهزه او المعنيين اليوم اتجاه النازحين، اتجاه ناس تركت بيوتها وما لقيت بيت، يعني كان في تدمير، كان في عندهم شهداء، في ناس لقيت وفي ناس ما لقيت للاسف، وفي صحيح. معاناه وفي تقصير حتى ببعض المدارس، يعني عم يصير في خلافات حتى موضوع يعني اليوم الزيارات الاجتماعي صحيح. اكيد في تقصير، بس كلنا بنعرف انه الدوله ما عندها هيدي الامكانيات، بلس انه حجم المأساة كثير كبير، ما بعتقد في اي دوله بالعالم فيها تغطيه بسهوله خلال ايام قليله، فكيف اذا هي اساسا عندها كل هيدي المشاكل الماديه والاقتصاديه والى ما هنالك. يعني التقصير اكيد منه مقصود، بدنا شويه وقت لحتى نبلش نلملم بعضنا اكثر، اكيد التقصير منه مقصود. إذا بنحكي تحديدا عن نقطة اغتيال السيد حسن نصر الله، بتشوف في كان في تقصير بحق السيد حسن نصر الله، وهل تركت المقاومة، هل ترك السيد نصر الله لمصير يعني كان المفترض إنه ما نوصل للي وصلنا له؟ قصدك تقصير من الناحية الأمنية؟ نعم. هلا حتى بدعم يعني إيران كما يقال اليوم، في هناك يعني ملام اليوم على إيران. هلا هي إيران حتى بقلب أراضيها ما قدرت تمنع اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، يعني هيدي بقلب طهران كنا عم أشرنا قبل شوي لموضوع التفوق الاستخباراتي اللي عنده إياه الإسرائيلي، بالإضافة إلى إمكانية وجود عملاء، هيدا شيء نحن ما بنعرفه، يعني هيدا بكرة بتحكي عنه بلكي المقاومة، بس إنه هيدا قدره بالنهاية وهيدي أمنيته، وهيدا أكبر دليل قديش هو رجل شجاع عكس كل ما كان ينحكى، إنه كان بيقدر يتخبى بهيدي الأنفاق البعيدة مطرح ما في الأسلحة، كان في يترك الضحية، ولكن هو ما ترك هيدي المنطقة.
وتالي لانه ما ترك ناسه وما ترك خساره كبيره والبيئة. خساره كبيره استشهاد السيد، حتى في قسم كبير من الناس ومنهم انا بعدنا مش مستوعبين يعني انه هو حقيقه بطل موجود. كل شوي هيك بنفوت من بعض عم بيشوف هيك ويلاقي سيناريوهات انه لا ربما لا غير لازال على قيد غير الحياه. غير السيناريوهات عم بحكي عن القناعه الشخصيه، هذا الرفض انه شخص هالقد متعلقين فيه وجدانيا مش بسهوله بتتقبلي رحيله بعز المعركه، بس هيدا قدر الابطال والقاده. يمكن انه على مدى 30 سنه يعني طبعا 30 سنه طبعا. كانت يعني للاسف خساره لا تعوض، خساره لا تعوض استشهاد السيد اكيد. الصحفيه رولا نصر انا بدي اتشكر يعني وجودك معنا وشاركتك شكرا معنا لحضرتك. هذه التغطيه المباشره. شكرا كثير. كل الشكر لكم مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.